مرحبا بكم مجددا إلى هذا الجزء من النافذة والذي نخصصه لرصد الوضع الإنساني والمعيشي في سوريا. أكد مراسل الجزيرة أن مئات من عناصر قوات النظام بدأوا مساء يوم الجمعة اقتحم سجن حماه المركزي، مما تسبب في مقتل 2 من السجناء وجرح آخرين، وذلك بعد مناشدات من المعارضة لإنقاذ المعتقلين الذين أعلنوا عصيانا منذ أيام. وقال مراسل الجزيرة إن قوة الأمن تستخدم في الاقتحام الرصاص الحي والغازات المدمعة وغازات الأعصاب داخل السجن، مما تسبب في مقتل شخصين وإصابة العشرات بالرصاص وبحالات اختناق حتى الآن. ولفت مراسل الجزيرة إلى وجود حوالي 650 معتقلا داخل قسم الإرهاب ومعتقل الرأي، فضلا عن وجود 85 آخرين من المحكومين بالإعدام داخل السجن. وكانت قوات النظام قد طلبت السجناء عبر مكبرات الصوت بتسليم السجن بعد فشل المفاوضات لإنهاء العصيان، كما قطعت إمدادات الكهرباء والطعام والشراب عنهم منذ أمس. ويأتي هذا الاقتحام بعدما حذر الائتلاف الوطني السوري المعارض من حدوث مجزرة وشيكة في السجن. ومعنا من حماة عبر سكايب الناشط الإعلامي علاء الفطراوي. علاء، إلى أين وصلت قضية السجن حتى الآن؟ ما هي آخر الأخبار؟ علاء، هل تسمعني علاء؟ علاء، وننتقل إلى موضوع آخر، بل إلى ضيف آخر على الهاتف من إسطنبول. ينضم إلينا عضو الائتلاف السوري الأستاذ نصر الحريري. مرحبا بك أستاذ نصر. إلى أين وصلت، ما هي آخر الأخبار التي تتوفر لديكم عن سجن حماة؟ يعني كما ذكر التقرير قبل عدة ساعات، طبعا بعد تحضيرات كبيرة من قبل النظام من الصباح اليوم، كان هناك استجلاب لقطع عسكرية وكتيبة مهام خاصة، إضافة لعدد كبير من عناصر الأمن الموجودين في فرع المخابرات الجوية والمخابرات العسكرية، إضافة إلى استحضار أو يعني إحضار عدد كبير من الكلاب البوليسية وسيارات الإطفائية وسيارات الإسعاف. وكان هناك تحذير من الصباح الباكر بضرورة تسليم أنفسهم وإنهاء الاعتصام، وإلا سيتم الاقتحام باستخدام الغازات السامة. طبعا الأوضاع الإنسانية كانت داخل السجن في الأصل أوضاع سيئة، زادت سوءا خلال اليومين الأخيرين بعد أن قامت قوات النظام بقطع الماء والكهرباء والاتصالات كذلك، إضافة إلى منع دخول الغذاء والدواء. هناك عدد من المرضى لديهم أمراض مزمنة، نعم، مثل ارتفاع التوتر الشرياني أو أمراض القلب. في عندنا عدد مهم لديهم ربو صابتهم نوبات حادة بسبب الأوضاع السيئة داخل السجن، وزادت بعد محاولة اقتحام النظام، خاصة أنه استخدم غازات مشيلة للدموع وغازات سامة أدت إلى حالات اختناق. طبعا محاولات الاقتحام اليوم شملت إطلاق نار كثيف واستخدام للغازات السامة ومحاولة الاقتحام البشري. هل معنى ذاك أستاذ نصر، يعني هل معنى ذلك وأنتم تتحدثون عن التهيؤات كيف دخل النظام الشرطة والوسائل المستعملة، هل معنى ذلك أن النظام مقدم كما حذرتم على مجزرة في هذا السجن؟ طبعا النظام لديه سجل إجرامي كبير، إن على مستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات، وخاصة ما يتعلق بها بالسجون من الاختفاء القسري أو الاعتقالات بدون محاكمات والأحكام الإعدام الميدانية بدون أن يكون هناك حكم صادر بشكل يعني قانوني، إضافة إلى التعذيب داخل السجن حتى الموت. هناك انتهاكات أخرى كما حدث في سجن تدمر على دور المجرم حافظ الأسد، وكذلك في سجن صدنايا.
لذلك نحن نحذر الآن مما قد يقوم به النظام وله سابقة في ذلك. محاولة الاقتحام أو اقتحام السجن سيؤدي إلى مجزرة حقيقية ويؤدي إلى إبادة جماعية، خاصة وأنه أكثر من 800. شكرا لك أستاذ نصر. أستاذ نصر أرجو أن تبقى معي، ننتقل إلى الناشط الإعلامي علاء الفطراوي عبر سكايب من حماة. علاء، ما هي الأخبار التي لديك؟ المعلومات الوضعية في السجن حتى الآن، هل تم الاقتحام النهائي؟ هل هناك ضحايا جدد؟ ماذا يستعمل ماذا تستعمل قوات النظام؟ الصورة الأخيرة التي لديك عن سجن حماة، تفضل علاء. علاء، يبدو أن هناك يعني مشاكل تقنية من المصدر. نعود ربما إلى الأستاذ نصر الحريري. أستاذ نصر، يعني هناك ما يلفت الانتباه، وجود 650 معتقلا داخل قسم الإرهاب ومعتقلي الرأي كما يقول هذا العنوان، يعني اشرح لنا هذه التفاصيل، وأيضا هناك محكومون بالإعدام. نعم طبعا، من بداية الثورة كان النظام يعاقب المناطق التي خرجت تهتف بإسقاط النظام بالاعتقالات العشوائية، وكل هذه الاعتقالات هي تصنف تحت يعني إهانة الشعور القومي أو الخلل بأمن الدولة، وكانوا يذهبون بتهمة بعد أن يعني أمعن النظام بالقتل واستخدام الحل الأمني واستحداث سيناريو الجماعات الإرهابية، كلهم ذهبوا تحت بند مكافحة الإرهاب. بعض منهم تعرض إلى محاكمات صورية أدت إلى أحكام، منها أحكام إعدام ميداني ومنها سجن لفترات طويلة، والقسم الأكبر لا زال إلى الآن موقوف بشكل عرفي دون أن يعرض على محاكمة أصلا، والتهمة هي كذلك تهمة مكافحة الإرهاب. ما جرى خلال الأيام الأخيرة بأنه جاء قرار إعدام لعدد يصل إلى حوالي 16 شخص، نقلهم إلى سدناية لتنفيذ حكم الإعدام بهم، وفي قسم كذلك جاءتهم أحكام بسجن لفترات طويلة. طبعا الأشخاص الذين علموا بهذا الحكم يعني وصلوا إلى قرار القيام بالاعتصام، وذلك احتجاج على هذه المحاكمات اللاشرعية ولا قانونية، والاحتجاج على الأوضاع الإنسانية الكارثية داخل السجن، وكذلك الاحتجاج على عدد كبير من الأشخاص الذين لا يزالون. شكرا جزيلا لك، أعتذر لك أستاذ نصر الحريري، أعتذر لك وأشكرك كثيرا أستاذ نصر الحريري، عضو الائتلاف السوري عبر الهاتف من اسطنبول عن وقائع سجن حماة. إلى خبر آخر، أفاد مراسل الجزيرة أن حزب الله اللبناني فقد الاتصال بمجموعة من مقاتليه خلال المعارك التي شهدتها مدينة خان طومان في محافظة حلب خلال الساعات الماضية، وكانت جماعة جند الأقصى أحد فصائل المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت عبر حسابها على تويتر، أعلنت أنها أسرت عديدا من عناصر جيش النظام السوري ومقاتلي حزب الله خلال المعارك التي شهدتها خان طومان. كما أعلن جيش الفتح التابع للمعارضة السورية في وقت سابق أعلن سيطرته على بلدتي خان طومان والخالدية بعد معارك مع قوات النظام التي حظيت بدعم جوي روسي. ومعنا من ريف دمشق عبر السكايب ينضم إلينا الناشط الإعلامي محمود رسلان. محمود، اشرح لنا هذا الخبر، حزب الله فقد الاتصال مع مجموعة، وهناك جهات في المقاومة السورية أكدت أنها استولت أو أسرت عددا من السوريين بينهم جنود حزب الله اللبناني، في التفاصيل ماذا لديك؟ نعم، مدينة حلب ليس من ريف دمشق أولا، ثانيا لو عدنا عن أول أمس أو بالأمس بعد إعلان هدنة قوات النظام على مدينة حلب اللي خلال 24 ساعة عبر التلفاز السوري تابع لحكومة النظام، قوات النظام بعدها استغلت مباشرة بعد إعلان الهدنة بساعات قليلة هجومها على محيط قرية خان طومان ومحاولتها التقدم إلى صوامع خان طومان لقطع طريق حلب دمشق الدولي وللسيطرة عليه. كان هناك رد من جيش الفتح في ريف حلب الجنوبي،
هناك رد من جند الأقصى وعدة فصائل في مدينة حلب وريفة وريف أدلب أيضا، شاركت في معركة لصد هذا الهجوم، وبعدها مباشرة بدأت بعمل ضد قوات النظام للتقدم بمنطقة الخالدية، وطبعا استطاعت السيطرة على قرية الخالدية وأيضا على قرية فانطومان وعدة نعم. في محيط منطقة خان طومان. بعدها مباشرة في هذه المعارك قوات النظام فقدت الكثير من عناصرها. هل لديك محمود هل لديك هل لديك عدد المأسورين من الجهات السورية ومن الجهات اللبنانية؟ هل تبين لك عدد الأسرى؟ نعم، هناك أسيرين من الأفغان وأربعة أسرى من قوات النظام وهم عساكر، لكن الأسرى اللبنانيين أو ما يكون هناك أسرى أغلبهم رأيناهم جثث في المنطقة التي فقد الاتصال فيها، كلهم قاوموا على ما أعتقد قاوموا المعارضة وقاموا جيش الفتح، كلهم قتلوا وكانوا طبعا في صور بثتها مكتب الإعلامي لجند الأقصى أنهم قتلوا في منطقة فقدان الاتصال مع قوات النظام، حاولوا الاستماتة لكي لا يؤسروا. الآن جند الأقصى لم يصرح على أنه قد أسر منهم، لكن هناك صور تظهر قتلى حزب الله أكثر من 15 عنصرا قتلوا في هذه المعركة من حزب الله فقط، أما من قوات النظام 70 عنصرا فقدوا وقتلوا، ومنهم من أسر على يد جند الأقصى وعلى يد جيش الفتح الذي طبعا تصدى لقوات النظام بالأول وبعدها اقتحم على قوات النظام وسيطر على التلول ومنطقة خان طومان وأيضا منطقة الخالدية والتلول المحيطة بها، وأهمها المنطقة الاستراتيجية وهي تلة الدبابات التي تكشف جبل عزام وتكشف عدة قرى لريف حلب الجنوبي. محمود قوات النظام خرقت الهدنة في مدينة حلب اليوم بالرشاشات الثقيلة من قبل الطيران الحربي قبل ساعتين من الآن، استهدفت حي الميسر وكرم الطراب، هذه أيضا يجب أن نذكرها على الإعلام لأن قوات النظام دائما تخرق الهدنة التي تعلنها هي. محمود رسلان من ريف دمشق، شكرا جزيلا لك. طبعا هناك كما قالت الولايات المتحدة وروسيا تتابعان مسألة ما يجري في حلب. إلى خبر آخر، أطلقت أكاديمية آفاق حملة للتوعية بطرق حماية المدنيين أثناء القصف وبعده وكيفية إجراء الإسعافات الأولية في حال وجود إصابات، حيث وزعت خلال الحملة كتيبات على المدنيين. حملات توعية طرق حماية المدنيين ضد القصف قبل القصف أثناء وبعده، ما هي الوضعيات اللي لازم يتخذوها الناس في حال صار في قصف، إيش الأماكن اللي لازم يروحوا عليها وقت بصير القصف، بعد القصف ماذا يجب عليهم أن يتصرفوا؟ نطلع الشوارع عم نوزع كتيبات من كل الفئات، الفئة الكبيرة والفئة الوسط، الفئة الكبيرة والفئة الصغيرة اللي هي عمر 14 لتحت 14. الكتيب بيتضمن كيف طرق الحماية ضد القصف، الوضعية الصحيحة، مكان الألغام، والكتيب الكبير كمان بيعطي إنه كيف طرق الحماية قبل وأثناء وبعد القصف. ونحن عم نعمل هاي الحملات، طلعنا على الشوارع وعم نطلع كمان على البيوت لأنه هلأ الوضع كتير صعب. هذا وخرج أهالي مدن وبلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق في مظاهرة حاشدة طالبت فصائل المعارضة فيها بوقف الاقتتال والالتفات لمحاربة قوات النظام التي تحاصر الغوطة، كما هتف المتظاهرون في وقفة تضامنية مع مدينة حلب وطالبوا بإسقاط نظام الأسد.
ارتفع سعر الاشتراك الشهري بالكهرباء التي يقدمها أصحاب المولدات في معرة النعمان بريف إدلب بسبب انخفاض قيمة الليرة السورية وقطع بعض طرق نقل المحروقات التي أدت إلى ارتفاع سعر المازوت، ما أثار استياء أهالي المدينة وخصوصا الفقراء منهم. اليوم برميل المازوت تقريبا 60,000، من 55 ل 60,000 بتروح، يعني كان هذيك السنه ب 15,000. انت شوف كم دبل، كم ضعف، كم كذا. هلا عم نشغل لهم على التجاري تقريبا 6 ساعات ونص، عم نشغل 6 ساعات ونص ب 125 ليره. هذيك السنه كنا نشغل 12 ساعه ب 100 ليره، 12 ساعه ب 100 ليره. كان برميل الزيت تقريبا ب 90,000، طريق مقطوع من عند التواعش، مقطوع من عند ابو دالي، مقطوع اليوم كمان عم بيقولوا من سوق قلعة المدير، و يعني بداية حصار، بداية حصار مثل ما بيقولوا. أكيد قد ما كانت ما راح تكفي، ولكن بالنسبة للاشتراكات وغلاء الأسعار وتقليل عدد الساعات فهو الخاسر الوحيد هو المواطن، ولا سيما الفقير. يعني المواطن اللي ميسور ماديا ممكن يعوض بمولدي أو أي اشتراك ثاني. أول شيء 15 يوم كان، أنا بحكي عن كل المواطنين بكل المولدات، من وقت اللي بيرتفع المازوت بيرفع سعر الأمبير أو بيخفضوا ساعات العمل. ليش؟ أنا دافع 15 يوم، أنا هذا اسمه عقد بيني بين المشترك وبين صاحب المولدي. صاحب المولدي ليش بيوقف وبيخفض ساعات العمل قبل ما يخلصوا 15 يوم؟ كما أدى ارتفاع أسعار المحروقات بسبب صعوبة وصولها إلى ريف حمص الشمالي إلى خفض ساعات عمل مطاحن القمح التي باتت تعاني من صعوبات في تأمين المحروقات اللازمة لعملها. وعزى أصحاب المطاحن أسباب ارتفاع أسعار المحروقات للاشتباكات على طرق الإمداد بين قوات النظام المعارضة والنظام السوري. نحن اكثر ما بنعاني بهالمطحنه هون غلاء المازوت وفقدانه بنفس الوقت. يعني نحن فقدان المازوت هو اللي عم اثر على شغلنا وطريقه عملنا بشكل كبير كثير. فنحن قادرين نشتغل ساعه ساعتين حسب كميه المازوت اللي عم تتوفر لنا واللي عم نلاقيها نحن بالسوق فقط. وحتى يعني دوبنا نلف بمحاجه المواطن بالطحن. طبعا المواطن عم يطحن هون، عم ياخذ للبيت يصنع الخبز، طبعا حتى ما عنده مازوت المواطن عم يطحن، عم يخبز على النفايات الموجوده. يعني للاسف هذا الحكي نحكيه، بس وحتى نحن ماده المازوت القليله كثير هي بين ايدينا ما عم تتوفر بشكل كامل. عم نضطر نوقف المطحنه، وكمان عم نرفع الاسعار بشكل، يعني ارتفعت الاسعار من فتره قريبه كثير للضعف سعر الطحن. هذا انعكس بالنسبه للمواطن بشكل كبير كثير. الافران ما عندها اشتغلت، اعتمد المواطن اجباري يخبز على ايده. ارتفع سعر الطحن، ارتفع سعر النقل، الحنطة كمان ارتفع أسعارها بالنقل وسعر المازوت، وفقدان المازوت هذا اللي عم يأثر علينا بشكل كبير كتير. إضافة لذلك في عنا غلاء بقطع التبديلية وعدم توفر قطع تبديلية بشكل كامل، وإذا توفرت قطع تبديلية عم تكون بنوعية سيئة جدا، ما أنا صحيحة. ونتمنى أنه يكون في حل إن شاء الله قريب لهذا الموضوع. طايت لهون، صار لي 3 ايام عم اجي لهون بدي اطحنهم. تلبيسي وبالريف كله تقريبا الافران كلها واقفه ما عم تشتغل، سبب المازوت غالي، ما عم يلاقوا مازوت. هاي المطحنه صار لها 3 ايام تشتغل ساعه ساعتين وبتوقف. ليش؟ ما في مازوت، ما عم يلاقوا. وغير هيك يعني جبرنا اجباري اشترينا حنطه، جينا ناخذها حطينا لنا 3 ايام عم نروح ونجي مشان نطحن هالكيس، شيء فتح شيء سكر. وليش ما في مازوت؟ أجور حتى كمان أجورهم غالي وعم يطلع فيها خالي.
يعني الكيس اللي جبته انا بيطلع 60 كيلو دوب ويطلع لي 40 كيلو طحين من هون، اخر شيء يعني صافي. شو بدي اعمل ما بعرف، لا حول ولا قوه الا بالله. عندنا هون بالمطحنة بيجي المواطن ليطحن شوية حنطة، طبعا بيروح عندك نسبة نخالة، بكون جاي متعذب عنده هالحنطات ما في غيرهم بالبيت، بيروح عندك نسبة 20% أو 25% وبزيد عليها أجور الطحن. هو بالأساس عم بيعاني، لا بيكون معه أجار طحن ولا بيكون، بالإضافة لهذا غلاء أفران واقفة، والله يعين المواطن، ما شو بده يتحمل لا يتحمل. بدأ مركز نبذ الحياة الطبي حملة أطلق عليها كن مسعفا. تقدم الحملة تدريبات في الإسعافات الأولية لمدرسي وطلاب المدارس في منطقتي معرة النعمان وخان شيخون وريفهما بإدلب، ويقدم الدورة للطلبة عدد من الأطباء المختصين في هذا المجال، وتهدف إلى زيادة المعرفة الطبية اللازمة في ظروف الحرب. وبربط على المكان فوق المكان اللي نثبت فيها الخشب مع الايد، تمام؟ او ريدين وريد اللي بيرجع الدم من كل الجسم، او عي اللي بالعروق الدم يعني اللي هي الشرايين. قائمين حاليا بحمله توعيه للاسعافات الاوليه بعنوان كن مسعفا، وهي الحمله تشمل عموما ريف المعره الشرقي وريف خان شيخون بما يضم من قرى. هاي الحملة هي عبارة عن حملة توعية في الإسعافات الأولية يقدمها بعض الأطباء المختصين حول التعليمات لبعض الطلبة والكوادر التعليمية حول وقوع إصابات أو وقوع حالات في الكسور والنزيف. في هذا الوقت نحن بحاجة لمثل هذه الدورات، خاصة يعني يكون الطلاب عندهم معرفة والأساتذة أنه لا سمح الله صار قصف للمدرسة أو أي مكان، أي مكان بيتواجدوا فيه، يعني يعرف هالأستاذ أو هالطالب هذا إيش الإسعافات الأولية اللي راح يقوم فيها. فنحن بهالمناطق المحررة وخاصة في ظل تكاثف هجوم الطيران علينا والقصف الزائد، يعني بحاجة الحاجة الماسة لمثل هذه الدورات. التحريك زد الأذية تبعيته، يعني ممكن يسبب له مثلا لا سمح الله شلل. من جهته يقدم مركز عين التين الصحي خدماته الطبية ل14 قرية بريف القنيطرة، ويوجد فيه عدة عيادات متخصصة، لكن إمكانات المركز لا تتناسب مع أعداد المرضى الذين يراجعون المركز يوميا. وأهم احتياجات المركز هي الأدوية وحليب الأطفال المستعمل في علاج سوء تغذية الأطفال. مركز عين التين الصحي يخدم منطقة سويس الصحية، وهذه المنطقة تشمل 14 تجمع، منها عين زوان، عين العبد، رسم سند أبو بيس، سويسة، عين التينة. يوجد بالمركز عيادة أطفال وعيادة داخلية وعيادة أسنان ومخبر وصيدلية وغرفة ضمة. طبعا احتياجات المركز كثيرة جدا، من بين الاحتياجات الدوائية مثل أدوية الصرع، السكري، الضغط، الأدوية المزمنة إجمالاً، أدوية المفاصل، أدوية الأطفال النسائية، حليب الأطفال. إحنا من هون نقيس قياس المواكل للأطفال الصغار تحت العمر 5 سنين وللنساء الحوامل والمرضعات بشكل أساسي. الحالات اللي عم تجي عندي مع المركز من 17 إلى 20 طفل يومياً، ومن 5 إلى 10 نساء حوامل أو مرضعات يومياً. هلا أكثر الحاجات الاحتياجات اللي إحنا نحتاجها هون أو ناقصتنا هون بالمركز هي حليب الأطفال وكحليب الإف 5 أو الإف 100 اللي هي بتساعد في علاج سوء التغذية عند الأطفال. دعم الأدوية بصراحة يعني عم يتقدم من قبل منظمات خيرية، ولكن الكمية غير كافية.
الضغط الكبير على بصراحه هو على الادويه، ادويه الضغط، ادويه السكري، ادويه المفاصل. عم نعاني من نقص كبير فيها. ادويه الاطفال، ادويه الالتهاب، ايضا نعاني من نقص كبير فيها. بالنسبه لي ايضا لموضوع الحليب عند الاطفال، عم يراجعنا كثير من المراجعين بقصه انه بده الحليب. الحليب موضوع حساس بالمحافظه، اولا لعدم توفره في المحافظه، ثانيا لغلاء هذه الماده. بس يجي من برا حجي ماشي، مو موجود. الله يجزيك خير. شكرا. سلام. شكرا. انتهت النافذة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.